بالكثير منكم مستمعتنا، فاحنا يا غادي نعملوا حصة لجمال الشعر بوصفات مضمونة وآمنة. دائما احنا يا كنتصنتوا لكم وطلباتكم وكنلبيوها، فمرحبا بكم مباشرة على رقم الاستوديو 0522 77 24 24. بغيت كذلك نذكر اننا عملنا لايف عبر الصفحة ديال فيسبوك سناء الزعيم أصوات، فكل ما التحق بنا كنقول لكم اهلا بكم. احنا يا دايرين الكمامات ولي بافات ولي ماسك، واخدين الحمد لله كل شروط والتدابير الاحترازية لأداء العمل الإعلامي والصحفي ديالنا. مباشرة أصوات كتقدم لكم باقة برامج من 6 ديال الصباح إلى 2 صباحا دون توقف، فكنحييكم وكنتمنوا على أنه دائما كنرافقكم في أطيب الأوقات. اليوم للا عندك سؤال على شعرك تيطيح، شعرك تقصف، شعرك ما بقاش كيخلف، شعرك فيه فراغات أو خوا أو فيه مشكلة القشرة أو حساسية الفروة ديال الرأس، اليوم غادي إن شاء الله نجاوبوا على كل أسئلتكم فيما يخص جمال الشعر والصحة ديال الشعر، والشعر اللي كنعرفوا على أنه كيتأثر وكيتضرر بشكل مباشر بالحالة النفسية ديال المرأة. فإلى عندكم سؤال، حتى إلى كنتوا أيضا مستمعين رجال وبغيتوا تسولوا أو مراتكم ولا أختكم بغات تسول، طبعا فعلى رأسنا وعيننا. كنرحب وكنحيي بكل من التحق بنا عبر المباشر على الصفحة الرسمية ديال فيسبوك سناء الزعيم أصوات، مرحبا بكم. دكتور عماد اللي كيرافقني في هذه الحصة واللي محضر لنا وصفات جديدة حصرية لأول مرة غادي نعطيوها لكم في البرنامج هذا الصباح. أهلا بك دكتور عماد، صباح الفل والياسمين. صباح الورد اختي سناء، وتحية طيبة وتحية ليك ولجميع الأخوات اللي كنورونا في هذا اللقاء هذا، وكنتمنى إن شاء الله أنهم دائما الإطلالة ديالنا عليهم يكونوا بخير وفي صحة جيدة، ويكونوا كذلك يستفدوا في الاستعمال الآمن للمواد الطبيعية، وكما قلت اختي سناء مجدي لهم من المطبخ ديالهم بالقفيفة ديالهم وصفات حصرية وجديدة لجمال الشعر. وكما الحمد لله خدينا واحد الطابع واحد السمعة طيبة في حديث ومغزل مع سناء الزعيم في جمالية الشعر وفي وصفات الشعر الجميلة واللي اعطت نجاح كثير، فاليوم كذلك غادي ندخلوا لذاك الصندوق الذهبي ديالنا وصفات جديده ان شاء الله اخرى للعنايه بالشعر ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنايا طبعا غادي نبداو نستقبلوا المكالمات ديالكم مستمعينا مستمعاتنا على رقم الاستوديو المباشر 0522 77 24 24. بغيت نسلم عليكم على كل الوفيات، ليلى مجاهدي، زهره المكنسيه، ماميتا فاتي، ليلى أمل باتيس، كل الأخوات اللي دابا كيطلعوا ليا في المباشر واللايف، شكرا على القلوب، شكرا على الظهور، شكرا على المحبة والوفاء. الحديث ومغزل برنامج المرأة والأسرة، وحنا يا غادي نبداو ناخدو المكالمات ديالكم. دكتور عماد طبعا مي كنتكلموا على صحة وجمال الشعر، شنو هو التأثير المباشر ديال هاد الفترة؟ أسابيع والإنسان شد عليه في الدار، وأيضا محروم من الهواء، محروم من الشمس، محروم. فكثير من السيدات اللي كتبوا لي أنه الشعر ديالهم ولا كيطيح بشكل رهيب، شنو السبب؟ واش هاد الشيء كيساعد وكيساهم في تساقط الشعر دكتور عماد؟ أكيد اختي سناء، وهاد الفترة هذه كنعرفوا أن فترة لأن كان زائد أن الإنسان كان ما كيشوفش الهواء، أو الهواء كان بواحد الكمية اللي كتكون قليلة، والهواء كيكون واحد الضغط لأن الإنسان ولات كتستعمل كتطبخ بزاف في البيت، ثاني أكسيد الكربون ولات الكمية ديالو كبيرة في البيت وفي الغرف، فهذا ثاني أكسيد الكربون اللي كيكون حتى هو كيأثر. ولكن شنو كيأثر بشكل كبير هو الحالة النفسية، لأن كنلقاو الناس كانت عندهم ضغوطات نفسية، وكنعرفوا ماشي سهل أن الإنسان يبقى مدة ديال 3 شهور ونصف وهو يعني مغلق عليه، وكنعرفوا أن دائما 3 شهور هي المدة اللي كتعاود تجدد فيها يعني الخصلات ديال الشعر والشعر. هذا من جهة، من جهة أخرى الطريقة ديال النوم، ساعات النوم، لأن ما نساوش دائما وكما كينصوا عليه الدكاترة اللي كيكونوا حاضرين ومعنا أن النوم مهم جدا، وكما كذلك كنعرفوا أن النوم الهرمونات اللي كتفرز لا الميلاتونين ولا لوندورفين ولا كذلك السيروتونين الهرمون السعادة،
كلها هرمونات تؤثر بشكل مباشر على فروه الراس وعلى الغدد ديال فروه الراس. هذا من جهه. طريقه كذلك ديال العنايه بالشعر، فيا اما كيكون افراط في غسل الشعر، لان كاين بعض الحالات اللي كل نهار الانسان كيبغي يغسل بحكم التعقيم، بحكم كيقول انني خصني ندوش ونغسل شعري كل نهار بالشامبوان باش نعقم يعني الدس ديالي. فهذه كلها امور اللي كانت كتضرب الشعر ديالنا. وكذلك التغذيه، لان التغذيه مهمه جدا. التغذيه اللي ما كانتش غنيه بالاملاح المعدنيه، بالزنك، بالحديد، بالنحاس، كذلك بالفيتامينات اللي هو الفيتامين ا، الفيتامين من الجروب بي، الفيتامين او، هادو كلهم مواد مهمة. وكذلك حتى مادة الكلوروفيل اللي هي أو لازيوكسانتين كذلك، اللي هما مواد مهمة للشعر. وأنا كنذكر على أننا مباشرة معكم. طبعا أي سؤال طرحوه علينا عبر رقم الاستوديو 0522 77 24 24. تحية المخرج البرنامج اللي كيسلم عليكم عبد الرحيم حبيش واللي كيرافقنا دائما. غادي نستقبلوا المكالمات ديالكم 0522 77 24 24. وغادي ناخذوا بداية مريم اللي معنا من مراكش. معنا مريم من مراكش، معنا خديجة من الدار البيضاء، معنا مكالمات أخرى عبد الرحيم كيستقبلها. أهلا بك يا مريم، تحية للناس من مراكش. السلام اختي سناء. عليكم السلام ورحمة الله. خاصة نهضر معاك. وأنا كذلك. مرحبا ونهار كبير، توحشتكم والله وتوحشت نسمع صوتكم. كيداير الدكتور عماد لاباس عليه؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. والله فرحانه حقاً كنهضر معاك وانت يقاس. اييه الله يبارك فيك. اختي سناء عندي سؤال الدكتور عماد. انا شعري كيطيح ليا بزاف كن ودرت وصفات وداكشي، ولكن زعما نشارك معاكم اليوم باش نسال. ايوا عاود لي، مالك حشمتي؟ كنتي منطلقة مزيان وشوية وقفتي. قول لي يا مريم، حنا في الاستماع وفي الخدمة، يعني عاودي لي شنو الوصفات اللي درتي، شنو اللي طرا؟ درت زيت الفلفلة. اييه مزيان هذيك الوصفة زيت الفلفلة، حتى انا درتها لشعري ولكن طيحات لي شعري. ايوا اذا ما درتيهاش بالطريقة اللي خاص تدار، حيت هذه الوصفة انا شخصيا جربتها وكانت كتعطيني يعني واحد النتيجة غزالة غزالة بزاف، وعاونتني حتى انا في تساقط الشعر. كيفاش كنتي كديري هاد الوصفه؟ كنت كنقطع الفلفله وكنديرها في الزيت. اييه حمام مريم. اييه وكنخليها في الدماء. شحال كتخليها في حمام مريم؟ حتى كتبان لي الزيت بدات كتغلى. اي وهي راه خصك تخليها ثلث ساعه 20 دقيقه حتى كتطلق. اه وليك ديك الزيت خضراء. لا ماشي حتى كتولي الزيت خضراء، لا ابدا، هي ما كتغليش. هي كديري حمام مريم وداك الفلفله اللي حكيتي في داك زيت العود، والزيت العود خصها تكون ماشي مملاحه، تكون بيو، ما تكونش الملحه ديالها مرتفعه، وتتحكي فيها داك جوج الفلفلات، ياك متفقين على العبار، جوج فلفلات خضر في كاس العنبه ديال زيت العود الغير مملحه، وكتخليها في حمام مريم على نار مهيله 20 دقيقة بالضبط. ما خصش داك الزيت تبقى تغلى ولا اللون ديالها يولي خضر، 20 دقيقة غير ديك الماء كيسخن كتخليها 20 دقيقة، ومن بعد كتعزليها على العافية وكتخليها كتبات هكاك مرقدة، ولا غد ليه كتصفيها راها كتعطي نتيجة رائعة. هادي جربوها كثير من السيدات، عرفتي ولاو مريم صالونات الحلاقة كيديروها، وصفات السيدات كيعاودوا لي في الصالونات الحلاقه ولاو كيديروا هذه الوصفه ديال الدكتور عماد، لانها كتعطي نتيجه رائعه. فانا ما عرفتش علاش طاح لك الشعر، يعني نقدر ناكد لك انه ماشي الوصفه اللي دارت لك هذا الشيء. شكرا اختي سناء. ولكن عاودي لي دابا منين طاح لك الشعر شنو درتي اخر؟ درتي شي وصفه اخرى؟ درت الزيت ثاني ديال زريعه البصله ودابا متبعه. ايوا لقيت عليه شويه تحسن. نعم، واش انتيا كتعصبي؟ واش انتي عندك مشاكل؟ ها هو دكتور عماد معك شويه مع. نعم غير بغيت نسولك اختي مريم، حيت هذه المساله ديال الوصفه ديال الفلفله بزاف ديال الناس ولاو كيجتهدوا فيها وكيديروا فيها يعني كيزيدوا عليها. فوالا، اذا كاين جوج ديال الطرق اللي هما مغلوطين. حنا قلنا كنديروها في حمام مريم كما قالت اختي سناء ثلث ساعه، كنخليوها ليله فقط باش كتطلق، وكنصفيوها بالزيف حتى كنخرجوا الزيت، تفاهمنا. ولكن الفلفله خصها تتحك، ما كنقطعوهاش دواور وكنخليوها في الزيت، حيت هذيك مساله اخرى. لا خصنا نحكوها. علاش خصنا نحكوها؟ لان ذاك الغشاء اللي الفوق هو اللي كيكون غني بالكابسيسين، وكل ما حكيناه مزيان كل ما التركيز كيكون كبير. هذه من جهه. من جهه اخرى ما نخلطوهاش مع الثومه وما نخلطوهاش مع البصله، لان كاين الناس كيخلطوها مع الثومه ومع البصله. الا خلطناها مع الثومه ومع البصله
فهنا مركبات كبريتيه كتخلط مع الكابسيسين وكتولي ماده اللي كضر الشعر ديالنا، هذا من جهه. ومن جهه اخرى المده، اننا الا دهناها كنديروها ساعه وكنغسلوها، فالا درناها بثلاثه ديال الطرق فهي وصفه امنه. غنبغي نسولك اختي، واش درتي تحاليل؟ واش ما عندكش فقر الدم؟ واش يعني خصنا نعرفوا واش ما كاينش شي مشكل عضوي؟ لان ماشي غير الوصفه، واخا نديروا يعني جميع الوصفات كاع ولا نستعملوا وصفات اللي تساقط الشعر اللي امنه وكنعرفوها كتعطي نتيجه، ولكن الداخل الا كان فيه مشكل، نقص في الاملاح المعدنيه، نقص في الحديد، نقص في الماء كذلك الا ما كناش كنشربوا الماء بزاف، نعاودوا نرجعوا للمساله ديال 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 التوتر، رجعوا كذلك المساله ديال النوم، خص النوم يكون متوازن. فهذه كلها عوامل كتحكم في الجوده ديال الشعر ديالنا وفي الجذر ديالنا. درتي تحاليل؟ ما جاوبتناش مريم، ولكن اعتقد انه الفكره راها وصلتها. غادي ناخذوا معنا خديجه من الدار البيضاء. اهلا بك خديجه. السلام عليكم اختي سنه، لاباس عليك؟ الله يبارك فيك، شخبارك؟ بخير، انا فرحانه اليوم شديت التليفون ديال الخط، وشكرا لعبد الرحيم حويش اللي قبضني زرب ليا. مرحبا. شحال وانا كنعيط الدكتور ميزار. مرحبا وعلى راسنا وعينينا. الدكتور ديالنا اللي كنتابعو في الفيسبوك وكنتابعوك انت، وتحيه لراهل متبعكم من سنة الزعيم حتى اسماعيل. الله يبارك فيك، شكرا على وفائك الاصوات، وكنفتخروا بكم كمستمعات. وحنا في الخدمه، تفضلي شنو سؤالك على الشعر؟ مشكله مزاوقه فيكم ديال بنتي مسكينه ومعقدها، ودابا مزوج عند الراجل وانت عارفه شويه عنده مشكل ديال شعرها، انا مجعد شعرها حرش، ودابا المشكل درك البروتين مسكينه تعقدت، وكيطلع على دوك شملي كيطلع كيطلع من فوق من القدام، وخا كدير شويه كيبقى داك النفاخ وكيدغي كيدير، ومن القفه ديالها مشات النواضر عرفتي مسكينه عقدها في حياتها، عندها 22 عام عرفتي، بغات تسطى مسكينه، ومخرج درت الكاغيتي درت هذاك زيت الكوكو ودخلت قلت له، وكل مره كنعيط وما يشدش ليا الخط مع الدكتور ميزان. واخا اختي توصل شعرها اللي تلبد ليها الزغبه وتعاود تحيه من هذا، الله يجاوب ويقول لي ويعاود لي الدكتور ميزان، ما كاينش حاجه على البروتين ما درتو ليها. واخا غنسولك اختي عافاك، واش البنيسه ديالك واش يلاه ولدات ولا هذا الشعر هذا اللي وقع عليها هذا المشكل هذا يعني من قبل؟ لا كان عندها من قبل، لا من قبل. فانا غادي نساعدك ان شاء الله، غادي نعطيو سيروم، ولكن كاينين وصفات اللي غادي تكون لتقويه فروه الراس، واللي غتساعد لنا الشعر ديالنا باش يعاود يرجع للحاله الطبيعيه. غير هو استشوار، ما تبقاش كديروا بزاف، لان منين يكون عندنا الشعر متضرر نحاولوا نقصوا شويه الكميه ديال الاستشوار، يعني شحال من مره غنديروا الاستشوار نحاولوا نقصوا دوك المرات ديال استعمال الاستشوار، لانه هو في حد ذاته كيحرق هذوك الجذور اللي كيكونوا عندنا لتحت ديال الشعر، واخا كيكون فيهم باقا شويه الحيويه، الا عطيناهم الاستشوار بزاف كيمكن نشفوا هذاك الماء اللي كيكون او هذيك المرونه اللي كتكون عندنا في الجذور ديال الشعر ديالنا، ونزيدوا ناثروا عليه، فحتى هو كيكون من العوامل اللي يمكن تاثر على الشعر. وخليك في الاستماع، فانا ان شاء الله الوصفات ديال اليوم غتكون وصفات مرممه واللي غادي تعطي تقويم. انا بغيت غير نسولك خديجه، قلتي على انه بنتك دارت الكيغاتين، الكيغاتين كيفاش دارتو؟ واش في محل متخصص ولا انتم درتوه على يديكم في الدار؟ لا في الصالون، دارتو في الصالون. وكي داروه لها؟ على شكل ماسك؟ جبدوه لي اختي بالبريسس انا. باش شعرها يرطب. شحال هادي الوقت باش دارت الكيغاتين؟ تقريبا شي 5 شهور دابا. وشعرها دابا كي داير؟ طالع اختي الغاسين تيطلعوا حالت وما نعاودش لك. نعم، يعني هذاك الشيء كيعطي واحد المفعول بعد الشهور، ومن بعد النتيجه كتولي كفس من اللي كان تقع عليه قبل. تعالج من الجذور وتطيح الزغبه ترطاب. تطلع من الفوخه. والسوشوار انا اختي ما بقاش غير كنشف ليها بها كانت كدوشت. نعم. عمل الماء، ما بقاش كنجبدوا ليها ولا نشفوا لها كما كنا كنصوبوا بروشين ولا شي حاجه. نعم، هذه بنتك باغا تحمل قريب ولا مازال؟ لا والده بنتي كاين عندها وليد. يلا ولدات. علاش كنسولك؟ لانه هاد المنتوجات، وهنا غنرجع لهاد النقطه معك دكتور عماد، الكيغاتين، لو ليساج، ترطيبه، هاد المواد هي مواد كيميائيه، والمراه اللي حبله او يلا ولدات وكترضع، او المراه اللي باغا تحبل، يعني دابا راها حابسه مثلا الكينه وكتقلب الى جاب الله، خصكم تردوا البال بزاف 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 من المنتوجات اللي كتستعملوا للشعر، لانها كتمشي كتمر للجسم وكتقدر توصل عبر الدم حتى للجنين. وهذه المساله يا ريت نشرحوها دكتور عماد. اكيد، فخاصه بعد المواد اللي كتكون كتعطينا الترطيب، ملي غنهضروا على الكيغاتين اللي كاين بعض المحلات او اللي كياخذوا بعض النوع ديال الكيغاتين اللي ما كتكونش كما كنقولوا حنايا كتحافظ فيها شروط على لي نورم، فوالا فيها الفورمول
اللي هو من المواد اللي كتعطينا تشوهات على المستوى ديال الجينات، والخطر ديال الفورمول انه سريع الامتصاص، دغيا كيدخل الجسم ديالنا ولكن صعيب نتخلصوا منه. اذا هذا من جهه، وكتقدر تؤدي حتى لتوقف الحمل بالفعل، حتى لسقوط الجنين بالفعل. يعني الا بدنا في يعني في الصبغه الكروموزوميه او في الصبغه الوراثيه ديال الجنين. نعم. او ديال السيده في الخلايا ديالها، فهنا كيمكن تعطينا مضاعفات خطيره. المواد الكيميائيه الاخرى كذلك هي مواد اللي مركزه، مواد اللي بالفعل احنا كنعرفوا في الفتره ديال تغير الهرمونات عند النساء، وخاصه في الفتره ديال الحمل او ما قبل الفتره ديال الحمل، فكيكون هنا واحد كما كنقولوا الهرمونات كتكون بغزاره كتشتغل بواحد الحده، فالا عطيناها مواد كيميائيه كيمكن لا قدر الله حتى مع الوقت تسبب لنا مخاطر وتعطينا مضاعفات اللي كتؤدي في بعض الحالات للسرطان. فهذا صعب. غادي ناخذوا ساره من فاس. دائما احنا جميع مباشره على راديو اصوات. غادي ناخدو أم زينب من مراكش. 0522-77-24-24. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم دكتور عماد. مرحبا بك أم زينب. شدايرين يا كلشي بخير. أشنو سميتك يا أم زينب؟ أم زينب من مراكش. لا، أشنو سميتك أنتي؟ سميتي أنا؟ آه. نعم؟ رشيدة. متشرفينا رشيدة. انا عارفه سميتي سناء، انا ما تنسميش راسي ام باهيه، باش داكشي باش نتعرف عليك. مرحبا بك معنا. حنا عرفتي علاش كنسولك؟ حيت كنحسوا براسنا قراب من بعضياتنا، داكشي علاش بغيت نعرف الاسم ديالك. ونهار كبير هذا رشيدة. كاين مشكل. مرحبا. انا كان ممكن يلا ثلاثه الاسئله لائحه. السؤال الاول، بنتي عندها 14 عام. اييه. عندها قليل ما كيطولش ليها. اييه الله يخليها. والسؤال الثاني، بغيت ندير الماسك ديال الياغوت طبيعي مع النشا لوجهك. البشره ديال الوجه. اييه. ما درتيه ولا مازال ما درتيهش؟ لا مازال ما درتو، عاود نستاشر مع الدكتور عماد. وشنو فاش بغيتي تستشري معاه على هذا الماسك؟ واش يصلح لك ولا لا؟ اييه. انت كي دايره البشره ديالك؟ سمراء شويه. سمراء وفيها شي حساسيه ولا فيها شي مسام مفتوحين ولا شنو كي دايره؟ لا لا الحمد لله ما عندها حتى شي حساسيه من وجهي. يعني وجهك صافي الحمد لله، ما عندك حتى شي مشكل؟ لا. البشره مزيانه. بعض المرات كان عندي بشره ناشفه. واخا. ايوا دابا فهمنا باش يقدر يقول لك واش يصلح ولا لا. والسؤال الثالث. السؤال الثالث، هذيك الوصفه ديال القزبوليات على حسب نقص الوزن. اييه. واش تصلح ليا حيت عندي الكاس والمصران؟ عندك الكاس والمصران. وشحال عندك في الوزن ديالك رشيده؟ والله ما شحال هذه ما طلعش عبر حد ما طلعناش كنخرج معاها. واخا. واش كتحسي براسك تزاديتي في هاد الشهور الاخرين؟ وعندي الكرش بزاف. يعني حسيتي براسك تزاديتي والكرش زاد الدلات؟ ما خديت ما درت زيت الريجيم وكندير الرياضه حاليا. أيه. دار والو. واخا. عندك المصارن منفوخين، وهذا على فكره يعني ملي كيكون الانسان عنده المصارن منفوخين يا رجل يا امراه، راه كيكون حتى الراحه ما مرتاحش، لانه الجهاز الهضمي راه واحد الجهاز اللي محوري واساسي في توازن ديال الانسان. فغادي نبداو ربما من هذا السؤال الاخر دكتور عماد، اشنو تقول لرشيده من مراكش؟ شنو تقول لها على زينب اللي شعرها بغاتو باش تعتني به؟ البنت ديالها عندها 14 عام، وشنو تقول لها بدايه على هذا المشكل؟ بالفعل فغنبداو من القزبوريه بس والغازات، فاكيد باش كيمكننا نتخلصوا من الغازات فغادي نزيدوا على ذاك القزبوريه بس. اذا ناخذوا معلقه صغيره ديال القزبوريه بس ونزيدوا عليها نص معلقه صغيره ديال الزعتر. اذا هذا الخليط كامل كنزيدوا عليه كاس صغير ديال الماء المغلى، من بعد كنوليو كنشربوه نص ساعه بعد الفطور من بعد ما كنصفيو. بالنسبه اختي الياغورت الطبيعي مع النشا، النشا هي كنعرفوا انها كميه تستعمل في الطبخ، ولكن كاين فيها مواد حافظه وتستخرج يعني كماده اللي هي شويه كيميائيه ما خصناش نديروا على البشره ديالنا. فلما كناخذوها او كناكلوها او كنطيبوها فداك المفعول الكيميائي ما كيبقاش كيشتغل، ولكن الا خلطناه ودرناه على البشره ديالنا كيمكن تعطينا مضاعفات. وانت اصلا اختي عندك البشره ناشفه، اذا بعد الاخوات اللي عندهم البشره ناشفه يمتنعوا الاستعمال ديال النشا هذه بدون مناقشه. كاين بعض الاخوات اللي كيتابعونا من خارج ارض الوطن، كاين واحد النشا اللي كيكون طبيعي اللي كيكون في يعني في على برا كيتباع، فهذاك الاخوات اللي عندهم البشره ناشفه يتجنبوه، لان غادي يعطيهم حساسيه وغينشف لهم البشره ديالهم. واختي كنصحك انك تاخذي مثلا الياغورت الطبيعي، خذي معلقه كبيره ديال الياغورت الطبيعي ومعلقه
ديال الجزر محكوك، هادي تحكي واحد الخيزوه تاخذي معلقه كبيره ديالها تخلطيها مع داك الياغور الطبيعي وديريها تخليها ثلث ساعه، جميله جدا ليك ولجميع الاخوات اللي باغين واحد النظاره في البشره وباغين واحد التغذيه وماسك سهل وخفيف. بالنسبه للبنيته اللي عندها 14 عام، فإلا ما كانش عندها مشكل ديال الفقر الدم او مشكل ديال الهرمونات ديالها، فان شاء الله غادي نعطيو وصفه لمشاكل الشعر وتقويه الشعر. خليك معنا غادي نعطيو هذه الوصفات لتقويه الشعر من بعد الفاصل، غادي ناخذو معكم دائما على راديو اسواس الاذاعه اللي كتفهمني وتفيدني، ومعنا دكتور عماد ميزام دكتور الصيدله ومختص في العلاج والتذوب الاعشاب رئيس الهيئه المغربيه للمواد الطبيعيه اللي كيرافقنا وكيفيدنا، محضر لنا وصفات جديده وحصريه لاول مره غادي نقدموها من بعد نجاح الوصفه الهنديه الشهيره ديالك دكتور عماد. اليوم غادي نديروا الجزء الثاني ديال الوصفه هنديه للشعر ضد تساقط الشعر لترطيب الشعر، وعندنا اسئله اخرى كثيره اللي غادي ناخذوها معنا على الخط. ناخذوا الاسئله السيدات وهاد نرجع لك ان شاء الله، وكذلك غادي نحاولوا ناخذوا باقه من اسئله ديال السيدات اللي كيتابعونا في المباشر على الصفحه الرسميه. سناء الزعيم اصوات كل الحب لكم، اهلا بك سميه. حنان من فاس نبداو من حنان. اهلا بك حنان، وناخذوا سميه. الحمد لله الله يبارك فيك، شخبارك؟ دايره مع صحتك كلشي مزيان؟ الحمد لله الحمدين الشاكرين. كلشي لاباس؟ الحمد لله الله يبارك فيك. كنتي لاباس بعدا؟ مرحبا بك على راديو اصوات. على راسي وعيني، مرحبا. عقدني في حياتي ديال تساقط الشعر في شعرين، ما نقوليش خواخو في مره، مشى لي بواحد الشكل رهيب. فوقاش بدا هذا المشكل ديال الشعر كيطيح؟ انا فاش يلاه ولكلوا لي يد الاول بدا لي التساقط ديال الشعر، يلاه مجرد كنت حامله بدا كيطيح لي الشعر. شحال هادي من عام؟ ولات و 6 سنين دابا الوليد عنده. اييه، ومن بعد شعرك خلف شويه؟ والو، درت هذيك الوصفه ديال الزيت اللي كيعطي الدكتور عماد مع الفلفله. اييه جربتها. اييه، وزعما كاين كاع الوصفات اللي كتعطي ومتبعها معكم البرنامج، ما كان نزقل حتى شي حاجه، يعني كل شيء كان اللي سمعته كنديرو. اييه، ومع ذلك ما بغاش يخلف لي الشعر، مجرد كيبدا يخلف شي شويه كيبدا يتساقط عاوتاني. دكتور عماد. نعم اختي، وفي الحمل ديالك واش كان عندك فقر الدم في الحمل؟ لا ما كانش عندي فقر الدم. نعم. لا ما يعني التحاليل ديالك كانت مزيانه واخا لا اها، وهذا الشيء مع يعني مع الولاده، فهنا كان عندك واحد الاضطراب ديال الهرمونات، وما عمرك دوزتي يعني درتي التحاليل شفتي شنو المشكل ديال، واش ما عندكش واحد الاضطرابات ديال الهرمونات في التسليم؟ لا هاد التحاليل ما درتهمش، ولكن فاش كنت حامله زعما التحاليل اللي درت كاملين خرجوا لي مزيانين، زعما ما كانش عندي شي مشكل، غير انا كنت كناخذ الدواء بزاف، كنت كناخذ الدواء بزاف على حساب كان عندي واحد المشكل ديال المراره. أيوة. كنت كنشرب الدواء بزاف، يعني الطبيب كان خرج لي واحد الدواء بزاف زعما. ها يعني حنا هنا باش كنعرفوا علاش، حيت ملي كنكونوا كنديروا واحد الوصفه وكنديروا وصفه بزاف وما كتعطيناش واحد النتيجه ولا واحد شويه، هنا كنوليو كنعرفوا بان الداخل هو اللي فيه المشكل، يعني الجذر ديالنا ديال الشعر، الجذر ديال الشجره ديالنا، كنقولوا دائما نتخيلوا شعرنا هو الشجره، فهذاك الجذوره لداخل ديال الشجره، هذيك التربه ما فيهاش المواد اللي غادي تغذي لنا هذه الجذوره باش يمكن تعطينا ذاك الشعر، حيت الشعر ما هو الا اخر مرحله في الصحه ديال الجذوره ديال الشعر ديالنا، اذا خصهم هما يكونوا كيتعالجوا وياخذوا من التربه عاد باش كيمكن الشعر ديالنا يبان. فهنا هو المشكل، ان خصك تشوفي واش ما عندكش اضطرابات هرمونيه. فغادي نعطي وصفات، غادي نعطي وصفات اكيد للمساعده على تكثيف الشعر، ولكن عفاك اختي ديري التحاليل، سيري عند الطبيب قول له ودي خصني تحاليل ديال الهرمونات نعرف المشكل. علاش انا ركزت لك على الهرمونات؟ حيت قلتي لي منين حملت ومنين ولدت ولا عندي هذا المشكل، اذا هنا في هذه الفتره ولا تغيرات هرمونيه. خليك معنا في الاستماع حنان من فاس، ان شاء الله غادي نعطيكم وصفات غزالين. غادي نمشيو لمراكش، معنا سميه اهلا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لاباس كبيره؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله كبير الدكتور. بخير اختي، ملي كنسمع صوتكم مرحبا. الحمد لله الله يخليك. انا كنعاني من مشكل ديال تساقط الشعر شي عام تقريبا ونص. مؤخرا في هذا الكونفينمون هذا درت واحد الحاجه اللي ما تقدر حتى تجيب نديرها، نتقرعت راسي كامل. زعما على اساس اني غينوض غينوض مزيان. جيت تبعت عند ديرماتولوج، عطاتني لي زاناليز ايتو درتهم، قالت لي الحاجه اللي عندك هي الدهون اللي كتراكم لك في البصيلات ديال الشعر، هما السبب في التساقط. عطاتني رشاشه كنديرها بالليل، وواحدة اخرى كنديرها بالصباح، وكنعاون بالفيتامين سي كنشربو. وعطاتني ان شامبوان كنغسل به شاك 3 جوغ.
مي واخا هكاك انا كان عندي مشكل غير في القدام، في اللور الحمد لله الشعر مزيان قوي ما فيه حتى شي فراغات، ولكن في القدام باقي تيبان ليا الفراغات. واخا وكيفاش حيت الشعر؟ كنت ننتظر انه مباشره في حديث مغزل على راديو اصوات، صعيط لي مستمعه اللي تقول لي قرعت راسي كامل. برافو عليك، برافو عليك سميه، هذه شجاعه وجراه منك، تبارك الله عليك. هذا هو الحل اللي لقيت قدامي. هذه هي مدخلة بولا زيغو ما كاينش. دكتور عماد اشنو الحل سمية؟ اكيد فبغيت نسولها اختي سمية. المرأة الشجاعة اللي قالت صافي هذه ربحة ولا ذبحها، غادي نقراها وغادي نشوف يا بيا باش الشعر ان شاء الله. فبغيت نعرف غير بعدا واش الشعر كيبان دابا، يعني البصيل كتبان شويه، يعني كيطلعوا دوك لي بوسي ديال الشعر كيبانوا لك؟ لا ناض الشعر دابا مزيان، دابا حيت شهرين بس حيدتو زعما ناض طوال شي شويه، كيبان قوي الحمد لله. الحمد لله. ولكن في القدام باقي كيبان، ملي كنسقوا بالماء باقي كيبانوا فيه الفراغات. واخا شوف انا ما عندي حتى شي مشكله، فيتامين دي لا فقر الدم لا الحديد الحمد لله، ما عندي حتى شي حاجه الحمد لله. اذا حنا خصنا نديروا واحد العلاج مكثف او مساعده في تكثيف الشعر، فهنا غنستعملوا سيروم، هذا تستعمليه انت وغيستعملوا كاع الاخوات. غادي تستعملي فيه زيت الجوجوبا، اذا معلقه كبيره ديال زيت الجوجوبا، معلقه كبيره ديال زيت لافوكا، معلقه كبيره ديال زيت رشيم القمح جيرم دو بلي، اذا كما قلنا معلقه كبيره ديال زيت الجوجوبا وزيت لافوكا ومعلقه كبيره ديال زيت رشيم القمح، غتخلطيهم، هذا غيبقى عندك سيروم دائم ما تخافيش منه، راه ما غاديش يسمرك. دهني به في الصباح كسيروم في الصباح وكسيروم في الليل جوج المرات في اليوم، فغادي تكون ان شاء الله نتيجه جيده. فانا فرحتيني ان قلتي لي بعدا كاين الشعر كينوض الحمد لله، وان الشعر بدا كيرجع للحاله ديالو الطبيعيه. هو غتصبري واحد شويه ان شاء الله، ولكن الشعر ديالك غادي يعاود يرجع مزيان كيف ما كان. غير تبعي هذا السيروم، كنصحك به وكنصح به كاع الاخوات اللي باغين يبقاو محافظين على الشعر ديالهم، وكذلك الشعر تولي فيه واحد الكثافه بسرعه، فان شاء الله غادي يعطيك نتيجه. كنتصورك سميه غادي تكوني غزاله تبارك الله. عرفتي علاش؟ لانه اللي اثر فيا في هذا الاتصال وفي الشهاده ديالك انني اليوم فكرت في السيدات اللي كيتعرضوا كيتابعوا لا شيميوثيرابي اللي كيكونوا كيعالجوا على السرطان، واللي الاغلبيه اكيد يعني ما كيعيشوا شيء مزيان. الفكره ديال انه السيده كتفقد الشعر ديالها، ولكن اليوم بهذه الشهاده ديالك راه درنا واحد التضامن معهم، وانا كنوجه لهم واحد تحيه خاصه لانهم فعلا ايضا نساء شجيعات بزاف، والحياة تخصها تنتصر على أشياء أخرى. وهذا الشيء اللي يعجبني في شهادة ديالك، أنه الحياة تستمر والإنسان كيبغي مرة تكون عنده ديك الشجاعة والجرأة باش ياخذ قرار، وخا ما يعجب حد ولكن يعجبه هو، هذاك هو المهم. فبرافو عليك سمية، وكنتمنى إن شاء الله أنه شعرك يخلف لك وتسترجعيه بالصحة ديالو وتكوني أجمل بحول الله. الله لا يخطيك. عافاك عندي غير واحد التساؤل صغير على قبل هذا السيروم. نعم اختي مرحبا. واش غادي نديرو حين سمعتك قلتي لي ما تخافيش يسمرك، واش غنديرو لراسي الجلده ديال الراس؟ لا غيدير الجلده ديال الراس، لانه واخا يتقاد شويه ديال الزيت مثلا، حيت واخا كنديرو ان سيروم راه كيقيس شويه الجبهه، كيقيس الجبهه كيقيس البشره ديالنا. فانا قلت لك واخا يقيس الجبهه ولا البشره ما تخافيش منه، راه ما غاديش يعطيك يعني استمرار البشره ولا غادي يغير لك اللون ديال البشره. صافي ان شاء الله. شكرا بزاف، الله يخطيك دكتور، الله يعاونك. هذا واجب. نهاركم مبروك، شكرا بزاف. تحية لك سمية سفيرة أصوات بمدينة مراكش اللي كتابعونا بها الموجة 100.6. غادي ناخذوا سمية من دار بيضاء هذه المرة، أهلا بك. تحية للناس البيضاء والناس اللي كيتابعونا على الموجة 104.3. عليكم السلام، فينك يا سمية؟ كتهضري معانا مشي كولوار ولا مشي راك في الخدمة ومشيتي لشي بليصة باش تعيطي لنا؟ ولكن راه ما كنسمعوكش مزيان سمية، شوفي حيدي الكيت وهضري معايا بالتليفون مباشرة سمية. تفضلي. إيه دابا كنسمعوك أوضح. أه كيداير السنة لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. تحية للدكتور عماد. تحية طيبة أختي، مرحبا. أنا أول مرة كنعيط لكم. مرحبا، رجعتي للخدمة أنت من رجعت للخدمة. يعني من ترفع الحجر رجعتي للعمل ديالك. أي والله يعاونك، واخدي الاحتياطات ديالكم. بيان سور ضروري. اي والله يعاونك بالتوفيق وبصحه وسلامه للجميع. يا ربي امين، الله يحفظنا والله يرفع لنا الوباء يا رب. اللهم امين. الو تسالني عندي الدكتور عماد الله يجازيه بخير، انا عندي واحد المشكل كبير ديال التساقط، ماشي تساقط، عندي الزغبه رقيقه في التاس
تهرس لدرجة غير نقيس ولا نقلاب ولا التحويجي ولا هذا كنسمع ديك الضربة كتهرس لدرجة أن الجلدة ولات كتبان ليا. نعم، واخا وعمرك درتي شي تحاليل دوزتي على هذا المشكل هذا؟ كندوز عن كبد الجلد دابا هذا الشيء تحسين، ما خرجي تحاليل. ياك واحد ضروري خصك التحاليل، لان فهاد الحاله هادي كما قلنا الجلده او عفوا الجدر ديال الشعر ما كياخذش ما كيديرش امتصاص ديال المواد المفيده، والجدر ديال الشعر الا كان خفيف كيعاود يعطينا شعره خفيفه، فهمتي؟ بحال داك الحبق، بحال الحبق، كل ما عطيناه المواد اللي كتغذي كل ما داك لا بلونت كتطلع مزيان وكتولي مزهره مزيان، فهمتي؟ ولكن غنساعدك ان شاء الله. والو زعما ما كندير لي زعما، واخا كنبغي ندير ما عنديش داك النفس الطويل باش نبدا ندير لي ماسك. نعم، فضروري اختي شوف، وما يمكنش واش الا ما الانسان الا ما كلاش راه غادي ياثر على الصحه ديالو وعلى الجسم ديالو، فهكاك الشعر اختي، فهمتي؟ انا واحد الوصفه اللي كنت كندير بغيت نستشار معك بعدا، الا كانت كندير بعدا لي فون ياغورت ولي سل والصفر بيضا. حيت عندي زغبه شويه الكتريك تما. فغادي هذاك غتزيدي فيه واحد النص بنانه. ياك فوالا، حيت فيها لا تريبتوفان واحد البروتين زوين، وفيها كذلك كيعطينا واحد لا فيتاليتي، يعني كيعطينا واحد الحيويه للفروه ديال الراس، كيعطينا لا سيروتونين. دونك زيدي فيه واحد نص بنانه، اذا نص بنانه في ثلاثه المعالق كبار ديال الياغورت الطبيعي، معلقه صغيره ديال العسل الحر، صافي ويتمعسوا مزيان يتخلطوا ويداروا ماسك على الشعر، نخليهم ساعه ونغسلوه، فكيعطينا واحد الحيويه جميله وغادي تلقاي عليها راحتك ان شاء الله. والاخوات كذلك. بالنسبه لهذا باش تقوي الزغبه ديال الشعر، اكيد فالتقويه ديال الزغبه ديال الشعر، فغادي نعطيكم وصفه ان شاء الله، غادي تكون وصفات نبداو بهذه. نعم. الوصفه الا سمحتي لي دكتور عماد، خليك معنا في الاستماع شوميه وان شاء الله ما يكون غير الخير. اذا غادي نعطيكم هذه الوصفه، قبل ما نعطيو الوصفه الهنديه نعطيو هذه الوصفه. اكيد وصفات جديده وحصريه اليوم كتابعوها معنا ومع دكتور عماد ميزاب على راديو اصوات برنامجكم حديث ومغزل. فغادي نمشيو دائما في الانتعاش وفي الفيتامينات، غادي نستعملوا وصفه غنيه بالفيتامينات وخاصه الفيتامين ا اللي كيوازن لنا الافرازات ديال الدهون وكيقوي لنا الجلده ديال الشعر. شكون هما السيدات اللي تصلح لهم اكثر هذه الوصفه؟ السيدات اللي كيكون عندهم الشعر ديالهم شاحب، السيد الاخت ديالنا بحال الاخت ديالنا اللي عندها الشعر خفيف حتى هو كيصلح ليها، والشعر اللي كيكون كيتقرض. فهذه وصفه جميله اللي كتعاود لنا ترد لنا الحيويه ديال الشعر ديالنا. الوصفه ديالنا غنستعملوا فيها جزره محكوكه، يعني خزوه محكوكه، جوج معالق كبار ديال عصير البرتقال، ومعلقه كبيره ديال المكور محكوك. هنا المكور عاوتاني كنعاود نرجع للمكور اللي مهم جدا في الجمال، فيه لا ميثيونين. ميثيونين هو عباره على واحد الحمض اميني اللي مهم جدا للقوه ديال الشعر والجذوره ديال الشعر وكذلك حتى فروه الراس. اذا جزره محكوكه كنخلطوها بجوج معالق كبار ديال عصير البرتقال وبمعلقه كبيره ديال مكور محكوك، نخلطوا هذا الخليط هذا كامل، كنديروه كماسك، يعني كندهنوا به جلده شعرنا وشعرنا، كنخليوه ساعه وكنغسلوه، كنستعملوا جوج المرات في الاسبوع وكنداوموا عليه مده ديال شهرين فقط، هنا ماشي 3 شهور، فشهرين كيعطينا واحد الحيويه واحد الانتعاش للفروه ديال الراس، وكذلك التجذوره كيخليهم يستافدوا من المواد اللي كتكون في الدوره الدمويه. اذا خزو البرتقال او الليمون، نعم، والمكور المكور لي شو. دونك كنخلطوا هاد المكونات كاملين وكما قلنا كنديروهم ماسك، نخليوه ساعه وكنغسلوه. هذه المفعول ديالها كيبدا يبان على شحال ديال الوقت؟ هذه في الاستعمال الرابع كيولي كيبان المفعول ديال هاد ديال هاد الوصفه، كتولي كتحس بواحد الراحه في الفروه ديال الراس، وحتى الشعر كيولي كتحس به مرتاح، كتحس واحد ان الشعر كيتنفس. نعم. يعني بهذه العباره هذه. حنا غادي نواصلوا معك دكتور ومعكم مستمعاتنا في حديث ومغزل من بعد الفاصل الموسيقي. تحيه حب ووفاء لكم مستمعاتنا، برنامج حديث ومغزل اللي كيدوز بتوقيت الصيف من 11 الصباح الى حدود الواحده زوالا. دكتور عماد، الوصفه الهنديه الشهيره ديالك اللي تجاوزت الحدود، اليوم غادي تعطينا الجزء الثاني ديال الوصفه الهنديه اللي جمال وصحه وقوه الشعر. بالفعل، وهذه وصفه كيستعملوها بزاف يعني في الهند، ووصفه اللي كتعطي واحد الفائده كبيره للشعر. الوصفه ديالنا شنو غادي يكون فيها؟ غادي تكون فيها القرفه، ولكن غنقول لكم الكميه الامنه وكيفاش غادي ناخذوا القرفه. وغادي ناخذوا نص كاس صغير ديال اللبن، وغادي ناخذوا عويدات ديال القرنفل، وورقه ديال سيدنا موسى. اذا دابا المقادير، عود ديال القرفه الغني بماده السينامال، هذه الماده مهمه جدا لحيويه الشعر وكذلك الحيويه ديال فروه الراس، ولكن ناخذوا 3 سنتيم ديال عود القرفه، يعني غير شويه ما نكثروش،
ما قلت لكمش يعني ما تاخذوش معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه ولا ديروا شي ماده اخرى، خذوا الوصفات عفاكم كما كنعطيهم لكم باش يمكنهم يكونوا ناجحين ان شاء الله، وكذلك ما تاثروش على الصحه ديالكم. اذا العويد ديال القرفه قلنا ما يفوتش 3 سنتيمتر، نص كاس صغير ديال اللبن. اللبن علاش؟ لان غني بالبيفيدوباكتيري، بيفيدوباكتيري اللي كترفع لينا المناعه ديال فروه الراس، بيفيدوباكتيري اللي فيهم الافرازات ديال الازوت. الازوت من المواد المهمه جدا لفروه الراس ولتغذيه فروه الراس ولتقويه الجذوره ديال الشعر ديالنا. غادي ناخذوا اللوجينول اللي عندنا في القرفه، اذا كناخذوا 3 ديال العويدات ديال القرنفل عفوا اللي فيه ماده اللوجينول اللي هي ماده مضاد للطفيليات، مادة كذلك كتقتل الفطريات، فهنا كنستعملوها كمادة مطهرة لفروة الرأس. وكذلك لينانول اللي عندنا في مادة سيدنا موسى، فهو مركب اللي كيعطي حيوية وقوة للشعر. إذن نعاود الوصفة، عود ديال القرفة ما يفوتش 3 سنتيم، يعني ناخذ فيه 3 سنتيم، نص كاس ديال اللبن صغير، 3 ديال العويدات ديال القرنفل، ورقة ديال سيدنا موسى. إذن ورقة سيدنا موسى، 3 ديال العويدات ديال القرنفل، نص كاس صغير ديال اللبن، وعود ديال القرفة 3 سنتيم فقط. نسخنوا هذا الخليط هذا حتى كطلع لينا الغلية الأولانية، ومن بعد كنخليوه يعني يطلق يعني يبرد، وكنصفيه وكندهنوا به الجلدة ديال شعرنا، وشعرنا كنخليوه ساعة وكنغسلوه، والعملية كنداوم عليها جوج المرات في الاسبوع مده ديال 3 اشهر. وهذا المحلول هذا كيمكن نخليوه في الثلاجه ويبقى لينا مده ديال 10 ايام محافظ، تفوت 10 ايام نعاودو نديرو محلول اخر. اذا كما قلنا، والاستعمال ديال الوصفه كما قلنا، الفائده ديالها انها مغذيه لفروه الراس وكذلك كتعاون في تقويه الشعر. إذن وكما قلت المقادير ديال الوصفه ديالنا، نمروا للوصفه الثانيه. اذا الوصفه الثانيه غادي ناخذوا وصفه اللي غنيه بالفيتامين او. كنعرفوا ان الاخوات كيبغيو يستعملوا بزاف هاد الفيتامين او. الفيتامين او اللي عطى واحد 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 يعني واحد الضجه كبيره، فانا كنصحهم غنستعملوا وصفه بالفيتامين او طبيعي اللي عندهم في المطبخ ديالهم. شنو هو الفيتامين او الطبيعي؟ هو زيت نوار الشمس. اذا غناخذوا جوج معالق كبار ديال زيت نوار الشمس، جوج معالق كبار ديال زيت اللوز الحلو، صفر بيضة، وجوج معالق كبار ديال الماء المغلى. إذا نعاود، جوج معالق كبار ديال الماء المغلى، ديال زيت نوار الشمس، ديال زيت اللوز الحلو، وكنخلطوهم بصفر بيضة. هاد الخليط هذا كنخلطوه مزيان وكنوضعوه كماسك على جلدة شعرنا، وشعرنا كنخليوه ساعة وكنغسلوه، والعمليه كنديروها جوج المرات في الاسبوع مده ديال 3 اشهر. هذا لمن كتصلح هاد الوصفه اللي فيها الفيتامين او. اكيد، فالفيتامين او هي ديك داك اللمعان ديال الشعر ديالنا، وهي القوه ديال الشعر ديالنا، وهي كذلك توازن ديال فروه الراس. فهاد الماسك يمكن يصلح لجميع انواع ديال الشعر، ولكن اكثر بالنسبه للاخوات اللي كتقول لك شعري شاحب، اللون ديالو مفقود، وكذلك الشعر ديالي ما كنحسش به فيه واحد الحيويه. فانا كنصحهم بهذه الوصفه هذه ان شاء الله غترجع لهم اللمعان ديال الشعر ديالهم. السيده اللي كانت كتسول على بنتها شعرها حرش، واش هادي تصلح لها؟ اكيد تصلح لها. يعني هذا كيصلح حتى للناس السيدات اللي عندهم الشعر حرش، حرش ومتقصف، اللي كيكون حتى هو متكسر، فهو كيمكن يعاونهم. علاش؟ لان الفيتامين او عندها مزايا كبيره في علاج مشاكل الشعر. كاين وصفه اخرى اللي هي سميتها يعني الماسك الذهبي. علاش الماسك الذهبي؟ غنفهموا علاش. لان فيه يا اما مسحوق الخردل، اذا لا موتارد، يعني داك اللي كتكون اون بودغ، الى كانت ما كانتش عندكم غادي نمشيو مع لا موتارد اللي كنستعملوا في المطبخ ديالنا. غادي ناخذوا منها معلقه كبيره، اذا يا اما معلقه صغيره ديال مسحوق الخردل او مسحوق لا موتارد، الى ما كانتش عندنا فكناخذوا معلقه كبيره من لا موتارد اللي كنستعملوا في المطبخ ديالنا. كنزيدوا عليهم جوج معالق كبار ديال الياغورت الطبيعي وكنخلطوهم، فلما كنخلطوهم كيعطينا واحد اللون ذهبي. لا موتارد اكيد انها فيها ماده السيلينيوم وفيها الفيتامين ك، مواد جد مهمه للشعر وعلاج الشعر وترميم الشعر. والياغورت الطبيعي فهو البروتين الطبيعي وكذلك المواد المرطبه. فملي كنخلطوا هذا الخليط هذا كنوضعوه كماسك على الشعر ديالنا بحال ديما، ماسك لمده ديال ساعه وكنغسلوه
العمليه كنديروها جوج المرات في الاسبوع مده ديال 3 اشهر. واللي جميل في هذا الماسك هذا هو كيمكن حتى الاطفال اللي كيكونوا عندهم 6 سنوات كيمكننا نستعملوا لهم هذا الماسك هذا للشعر ديالهم، فهو ما كيعطيهمش اعراض جانبيه. هاد الوصفات كيوقفوا تساقط الشعر دكتور عماد؟ السيدات كيسولونا في المباشر على صفحه الفيسبوك. نعم، فكما شرحنا اختي سناء دائما احنا الوصفه اللي كنعطيو للشعر كنعالجوا بها فروه الراس، وفروه الراس اذا كانت سليمه وصحيحه فالشعر دائما كيولي مزيان وكيعطينا نتيجه. فهاد الوصفات كلها كيمكننا نستعملوها وكتعطينا التكثيف وكتعطينا العنايه الكامله للشعر ديالنا. نعم، غادي نزيدوا وصفه اخرى للسيدات اللي كيعانيوا من القشره ديال الشعر. اكيد، فهاد الوصفه هذه وخاصه في هذه الفتره هذه كيمكن بزاف هذا السؤال هذا كيرجع، اننا غادي ناخذوا في هذه الوصفه ديالنا لمحاربه القشره في الشعر بجميع الانواع ديالها، القشره اللي كتكون ناشفه ولا كتكون مزيته، ناخذوا معلقه صغيره ديال السلميه مطحونه. نعم. معلقه صغيره ديال ازهار البابونج، معلقه صغيره ديال اليزير، وجوج كيسان كبار ديال الماء. اذا معلقه صغيره من السلميه مطحونه، ازهار البابونج واليزير، وكنديروهم جوج كيسان ديال الماء، كنحطوهم يغلاو فوق العافيه، كنصفيو هذا المحلول هذا، وهذا المحلول كنرشوا به جلده شعرنا وشعرنا، كنخللو به كنخليوه ساعه وكنغسلو شعرنا. العمليه كنديروها جوج المرات في الاسبوع مده ديال 3 اشهر، وبالنسبه للاخوان يعني الرجال يديروها 3 المرات في الاسبوع ويداوموا عليها مده ديال 3 اشهر. السيدة أيضا كانت تصلت بنا في الساعة الأولى وكتسول على وصفة الكلف دكتور عماد، شنو الوصفة المعتمدة والمجربة والناجحة اللي غتنصح بها السيدات اللي عندهم مشكل بقع السوداء؟ أكيد، فغادي نستعملوا معلقة صغيرة ديال الغسول المدقوق ومغربل، الغسول اللي كنديروا للشعر اللي كيكون عندنا في البيت. إذا معلقة صغيرة ديال الغسول المغربل ومدقوق، جوج معالق كبار ديال الحليب سخون، ونص معلقه صغيره ديال السلميه مطحونه، كنخلطوا هذا الخليط هذا كامل وكنوضعوه كماسك على البشره ديالنا، كنخليوه مده ديال نص ساعه وكنغسلوه. العمليه كنديروها 3 المرات في الاسبوع، ماشي مشكل ما كتاثرش لينا على الشعر ديالنا، وكنداوموا عليها مده ديال 3 اشهر. نعم، عندنا كذلك خوله اللي كتسولنا على الزوج ديالها على صفحه الفيسبوك، كتقول انه عنده القشره بزاف بحال الا الجلده ديال راسو كتقشر. وصفه الله يجازيك بخير، وصفه للرجال اللي كيعانيوا من هذه القشره، وهذه القشره في هذه الحاله واش هي قشره عاديه او هنا كنهضروا على قشره اللي ممكن تكون صدفيه او فطريات؟ اكيد، فهنا يقدر يكون اضطراب في الزهم، يعني المشكل يعني اللي خصو ضروري يشوف فيه طبيب ديال الجلد انديرماتولوج. مي غنعطيو وصفه للمساعده، غادي ياخذ معلقه كبيره ديال الحريقه الحرشه لاختي، يطبخها في نص سترو ديال الماء حتى تطبخ مزيان، وهذاك الماء ديالها يبقى يديروا كسيروم كل ليله. نعم. نرشوا على شعره يدهن به ويبات به يوميا، فهي كتقلل من الافرازات ديال الدهون وكذلك كتقلل لنا من هذه القشره هذه اللي كتفرز بزاف. هاد الوصفات غادي تلقاوهم مستمعينا عبر الصفحه الرسميه ديال الفيسبوك سناء الزعيم اصوات. دكتور عماد كنشكرك. هذا واجب اختي سناء، ومرحبا. طيب بارك فيك. حنايا غدا واللي بغى يتواصل معاك باش ما ننساش، فعلى الفيسبوك الصفحه الرسميه جرين فار او رقم المهني 06 61 28 99 78. كنشكركم، كنشكر عبد الرحيم حبيش المخرج ديالنا.